بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدي قناة سهيل أينما كنتم أهلا بكم في نشرة الأخبار أستهلها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يعود إلى صنعاء وأمين عام الحوار يؤكد استمرار المشاورات لحل مشكلة رئاسة فريق صعدة. مسيرة حاشدة لثوار العاصمة صنعاء واستمرار الاحتجاجات المطالبة بإقالة الفاسدين. وخمسة قتلى في اشتباكات عنيفة بين مواطنين برداع وجنود من اللواء الأول مشاه جبلي. أهلا بكم. عاد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي إلى العاصمة صنعاء بعد زيارة لمحافظة الحديدة استغرقت عدة أيام، التقى خلالها بقيادة المحافظة والمجالس المحلية والمكتب التنفيذي وناقش معهم كيفية الدفع بالعمل الإداري والتنموي والاقتصادي في جميع مرافق العمل والإنتاج. كما زار رئيس الجمهورية عددا من المرافق الأساسية في مقدمتها ميناء الحديدة، موجها بإعادة تأهيل الميناء فنيا وهندسيا ضمن المواصفات الدولية المعروفة. أكد أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن المشاورات ما تزال جارية لاختيار هيئة لرئاسة توافقية لفريق عمل صعدة، وأوضح بن مبارك في تصريحات صحفية أن بعض المكونات في مؤتمر الحوار قامت باستبدال عدد من أعضائها في المؤتمر الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسات الماضية لأسباب مختلفة. جابت مسيرة لثوار وثائرات العاصمة عددا من الشوارع تأكيدا على مطالب الثوار بمحاكمة المخلوع ومعاونيه من قتلة الثوار، وكذلك للمطالبة باسترداد الأموال المنهوبة. ودعا الثوار للإفراج عن جميع معتقلي الثورة الذين ما يزالون يقبعون في سجون لبقايا المخلوع أو سجون الأجهزة الأمنية المختلفة، داعين الرئيس هادي إلى تنفيذ قرارات هيكلة الجيش على أرض الواقع، مؤكدين مواصلة العمل الثوري حتى تكتمل أهداف الثورة، ومنددين بسياسات المخلوع بتفجير خطوط أبراج الكهرباء وأنابيب النفط بين الحين والآخر. مطالبة استرداد الأموال المنهوبة، وكما نؤكد على بقائنا في الثورة حتى تحقيق أهداف الثورة وتقديم القتلة إلى المحكمة والقبض على علي عفاش الذي قتل شباب الثورة. خرجنا في هذا اليوم وفاء للشهداء والجرحى وإسقاط الظلم والفساد والعنجهية والطغاة كي ننعم بالحرية والكرامة والعدالة والمساواة. خرجنا اليوم من أجل تكميل أهداف الثورة، نكمل أهداف الثورة من أجل محاكمة القتلة. رسالتنا المؤتمر أعضاء مؤتمر الحوار بضرورة أن تخرج النتائج المؤتمر مرضية لكل الثائرين والثائرات. اندلعت اليوم اشتباكات مسلحة وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء بين قوات من اللواء الأول مشاه جبلي ومواطنين وأصحاب محلات تجارية، أسفرت عن سقوط 5 قتلى بينهم جندية و8 جرحى على الأقل كحصيلة أولية. وجاءت الاشتباكات على خلفية إغلاق المحلات التجارية بالقوة وقطع الطريق من قبل جنود من اللواء الأول مشاه منذ يوم السبت الماضي، حيث تظاهر عدد من المواطنين وقاموا بإغلاق
إغلاق الطريق وسط المدينة احتجاجا على قيام قوات اللواء بإغلاق المحلات بالقوة وإطلاق الرصاص من مختلف الأسلحة في شوارع ردع. وقالت مصادر محلية لقناة سهيل إن المواجهات اندلعت بعد محاولات قوات اللواء فض الاحتياجات وفتح الطريق التي قام بها المواطنون بوسط مدينة ردع بإغلاقه احتجاجا على تصرفات الجنود. وقالت المصادر إن عدة قذائف دبابات سقطت على المدينة من معسكر جبل أحرم وأصابت عددا من المنازل والمباني السكنية والمنشآت، وأصيب في المواجهات مدير مكتب الإعلام بردع الأستاذ ناصر الصانع ونجا من الموت بعجوبة أثناء تغطيته للاشتباكات صباح اليوم. وبعد ظهر اليوم انتشرت عدد من الدبابات والمدرعات في شوارع المدينة مع هدوء حذر للاشتباكات المسلحة وخلو الشوارع من المارة واستمرار إغلاق المحلات التجارية. إلى ذلك نشد سكان وأهالي ردع رئيس الجمهورية ووزير الدفاع للتدخل لوقف المواجهات المسلحة الدائرة في المدينة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من ردع الزميل علي طهيف مراسل قناة سهيل. علي مساء الخير. مساء الله بالخير والعافية. نعم علي، ضعنا في صورة ما حدث اليوم وآخر المستجدات حتى هذه اللحظة. ما حدث اليوم في مدينة ردع هو نتيجة فوضى وتمرد يقوم بها جنود اللواء الأول مشاة جبلي وعناصر من الأمن المركزي منذ 3 أيام، حيث قاموا بإغلاق المحلات التجارية بالقوة وقطع الطريق. لماذا؟ يقولون أنهم محتجون لمطالب حقوقية وحقوقهم التي نهبت من قبل القيادة. ولا يكون هذا التعبير عن حقوق، فهي فوضى منظمة داخل مدينة ردع. نعم علي، حيث خرج اليوم المواطنون يعبرون عن رفضهم لهذه الممارسات داخل المدينة منذ يوم السبت والفوضى في مدينة ردع. نعم علي، خرج هؤلاء المواطنون يعبرون عن رأيهم إلا وأقبلت تقوم الحرس لكي تقتل وتطلق الرصاص العشوائية وقتلت عددا من المواطنين في هذا اليوم. نعم علي، ومعظمهم من الأبرياء، مع أنهم قد كانوا هؤلاء المواطنين الذي خرجوا بالاحتجاج قد حكموا من قبل قائد الحرس في ردع ناصر علي طريق، وأثناء ما كانوا المواطنين مستعدين لرفع هذه الاحتجاجات فوجئوا بهذه الطقوم التي هجمت عليهم وقتلتهم وهم في احتجاجهم، وكان عد حصيلة القتل اليوم. نعم، كان حصيلة القتلى هم 6-4 من الـ من الـ من القوات واثنين من المواطنين، احدهم من المارة كان مارا بسيارته. نعم علي الطهيف، نعم علي الطهيف، هل هناك اي تحركات لاحتواء هذه المشكلة وعودة الامور الى مجراها في ردع؟ يا اخي، الى حد الان ردع لم تنزل والمحافظ لم يحضر الى مدينة ردع نعم لكي يحتوي الموقف او اي لجنة من صنعاء او من اي من وزاره او من مثلا رئيس الجمهوريه، والمواطنين يناشدون رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ان ينظروا، وكذلك وزير الدفاع المعني بهذا الشيء. نعم. الذي حدث في ردع اليوم جريمه نكراء ينكرها الجميع من ابناء ردع بجميع اشكالهم واطيافهم، ويرفضون العنف وهم مع السلام وهم مع الامن والامان، لا يريدون العنف، ولكن هذا العنف أتى من قبل القوات المتمركزة في مدينة ردع منذ يوم السبت. نعم، إذا علي الطهيف إلى هذه المرحلة. نعم، إذا علي الطهيف مراسل قناة سهيل في ردع، أشكرك جزيل الشكر على هذه المعلومات والإيضاحات. توفي طفل في 12 من عمره بمديرية الخوخة أمس الأحد صعقا بالكهرباء عندما سقطت عليه أسلاك متهالكة من شبكة الكهرباء العمومية لتندلع إثر هذه الحادثة احتجاجات في المديرية أدت إلى إصابة 6 مواطنين
جراح بعضهم بليغة. وذكرت مصادر أمنية بأن الطفل بكر خالد محمد سالم وهو من أبناء قرية الجشة توفي فور سقوط أسلاك الكهرباء عليهم، وهو ما أثار غضب السكان المحليين من أقارب الطفل المتوفي والمتعاطفين معهم من سكان القرية، فقاموا بقطع الطرقات المؤدية إلى وسط المدينة. وأضافت مصادر محلية لمراسل قناة سهيل بالحديدة بأن شيخ المنطقة حاول فك طريق بالقوة، ما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن جرح 5 أشخاص، إصابات 2 منهم خطرة. أكدت مصادر محلية بمحافظة مأرب أن مسلحين بمنطقة عبيدة فجروا الأنبوب الرئيسي لنقل النفط الذي يمتد من منابع الخام في صافر إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، ما أدى إلى توقف جزئي لعمليات الضخ عبر الأنبوب. وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة الكهرباء عن تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية بمنطقة الدماشقة لاعتداء جديد تسبب في إخراج محطة مأرب لتوليد الطاقة عن الخدمة وانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مدن يمنية. لا يزال المستثمر علي طاهر يرقد في غرفة العناية المركزة جراء إصابته برصاص مسلحين مجهولين هاجموا سيارته في محاولة لنهبها أثناء توقفه مساء أمس أمام مبنى المجمع الحكومي بمنطقة سناح في محافظة الضالع. وأصيب علي الرزاقي بطلق ناري في منطقة البطن، نقل على إثرها إلى المستشفى. ودعت محافظة حضرموت مساء اليوم الاثنين شيخها العلامة عوض بن محمد بن نجار عضو شورى الإصلاح والبرلمانية السابق، حيث شيع جثمانه الطاهر إلى مسقط رأسه بغيل بوزير. وشارك في تشيع الجثمان جثمان بن نجار عشرات الآلاف من أبناء محافظة حضرموت، تقدمهم قيادة الإصلاح بالمحافظة وأبرز علماء ودعاة حضرموت وجمع غفير من أبناء المحافظة بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم يجمعهم حب الشيخ والتفافهم حول دعوته. هذا وأقيمت الصلاة على جثمان العلامة الداعية عوض بن نجار بساحة الملاحي أمام مستشفى غيل بوزير، ودفن بمقبرة حسينة. وعبر عدد من العلماء والدعاة وقيادة الحركة الإسلامية والشخصيات الاجتماعية عن بالغ حزنهم وعزائهم في وفاة الشيخ عوض بن نجار، معتبرين وفاته خسارة للوطن وخسارة للدعوة بوفاته، وقد خسرت الدعوة بوفاته علم من أعلام الأمة الإسلامية بعد أن ضحى بوقته وجهده ونال في سبيل ذلك صنوف شتى من التعذيب. كما كان الراحل خير قدوة للعالم الرباني الذي لا يخاف في الله لومة لائم، حتى اختاره الله إلى جواره مساء الأمس. رحم الله الشيخ وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. برعاية من وزير الثقافة عبد الله عوبل وأمين العاصمة الأستاذ عبد القادر هلال، أقام اليوم مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام فعالية إطلاق جائزة الزبيري الثقافية في بيت الثقافة. وتزامنا مع الذكرى 49 للاستشهاد بالأحرار محمد محمود الزبيري رحمه الله، كما أكد الجميع على أهمية إيلاء هذه الجائزة عناية خاصة كونها تحمل اسم ثائر وشاعر يمني كبير واستشهد في سبيل إعلاء قيم الحرية والكرامة. مرت ذكرى استشهاد الشاعر والمناظر اليمني الكبير محمد محمود الزبيري وسط تجاهل كبير من الجهات الرسمية في البلاد. في الحيز التالي نزر حول أبو الأحرار. شاعر ومناضل وكاتب وصحفي وروائي وبطل وشهيد، هذا هو أبو الأحرار محمد محمود الزبيري. في قوة الاسم ما يغني عن بقية التفاصيل في سيرته الوطنية،
لأن الذاتية الشخصية لا وجود لها في حياته الزاخرة باليمن ولها وصبابة. في الذكرى 48 لاستشهاده يتنسم اليمنيون عبق الحرية وأشذاء التغيير من شاعر ثائر هو مؤسس النضال السلمي ورائد من رواد الإصلاح. ما زالت ذكراه ملهمة رغم عمليات الدفن التي تعرضت لها في عهد النظام السابق. في وسط يسوده الظلم والفقر والجوع والمرض والإمامة والكهنوت، فجر الزبيري آهات الشعب من تحت الثرى حمما ومن دموع المظلومين طوفانا، فهبت البراكين من مضاجعها مع أول طلقة من قلم الزبيري الذي سجل مكانه واحتضن التاريخ العبارة. ذلك لأن الحق هو حق الشعب، والجمهورية هي جمهورية الشعب، والدولة هي دولة الشعب، والأموال هي أموال الشعب، والعزة والكرامة والحرية كلها ملك للشعب، وليس فوق شعبنا قوة إلا قوة الله. انصهرت في روحه قضايا الأمة العربية والإسلامية، وبث صوت اليمن عبر أثير إذاعات العالم في باكستان والقاهرة وحيثما حطت به رحال الغربة والمنفى. في الأول من إبريل عام 1965 اغتالت يد القوى الرجعية الشهيد الزبيري في لحظة وهب فيها بلده الحبيب قلبه الدام على وضوء وصلاة. في حياته كفر الزبيري بعهد الطغاة البغاة وما زخرفوه، وأقسم أن يمحو عن الشعب عار الصنم ويجعله عبرة للأمم. أوفى بقسمه ومحى الصنم والعار معاً، وترك للأجيال والأمم قلمه يراه كل سفاح مقصلة على عنقه ويراه الشعب ميزة. بمناسبة الددشين الرسمي لتعز عاصمة للثقافة اليمنية، نظمت مؤسسة الصعيد العلوم والثقافة في رواقها للفنون معرضا فنيا بعنوان أجنحة المدينة بحضور وزير الثقافة ومحافظ المحافظة وعدد كبير من الفنانين والمهتمين. الجدير بالذكر أن فعالية تدشين إعلان محافظة تعز عاصمة للثقافة اليمنية والتي نظمها مكتب الثقافة بتعز اليوم، تم استبعاد قناة الثورة اليمنية سهيل فيها من عملية تغطية الفعالية، وستقوم القناة خلال الأيام القادمة بعمل تقارير خاصة عن تعز عاصمة للثقافة اليمنية. أقدمت عصابات مسلحة تتبع الحوثي بقيادة المدعو يحيى القصبي صباح اليوم على اقتحام مسجد خيران بمنطقة زبيد بمديرية حيدان، حيث ثم قاموا بإغلاقه ومنع وتهديد المواطنين من أداء الصلوات الخمس بداخله أو فتحه بغرض تأدية الصلاة. وتأتي هذه الانتهاكات في إطار محاربة المنطقة التي لا تخضع للفكرة الحوثية. وقالت المصادر بأن هذه العصابة المسلحة قامت بعد ذلك باستجواب 10 أشخاص من أبناء منطقة زبيد وأخضعتهم للتحقيق والمساءلة لساعات. وفي مدينة صعدة عاصمة المحافظة أقدمت عصابات الحوثي المسلحة على تعطيل بعض مدارس المحافظة وإرغام الطلاب والمدرسين في هذه المدارس على المشاركة معهم في تشييع أحد قيادات الحوثي الذي قتل يوم السبت الماضي في حارة المواصلات على يد حوثي آخر في صراع على أرضية منهوبة. ناقش اللقاء الموسع لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة عدن والذي نظمه صندوق النظافة وتحسين المدينة بالمحافظة اليوم، ناقش عددا من القضايا المتعلقة بالاعتداء على آليات النظافة وانعكاساتها على مهام عمال النظافة ودور منظمات المجتمع المدني في دعم النظافة وحماية آليات عملها. في اللقاء الذي عقد تحت شعار من أجل استمرارية أعمال النظافة اليومية وتجنيب المدينة الأضرار، وضم أكثر من 40 مشاركا ومشاركة من رؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني من جمعيات واتحادات ومنتديات ومبادرات اجتماعية وشبابية، ألقى أحمد سالم ربيع علي وكيل محافظة عدن كلمة أكد فيها على أهمية تكاتف الجميع في خلق بيئة صحية خالية من الأمراض التي
تخلفها تكدسات القمامة الناجم عن التقصير في عمل النظافة، لافتا إلى أهمية دور عامل النظافة بمحافظة عدن، متمنيا للمشاركين الاستفادة من اللقاء والخروج بحلول تساعد على انتشال أوضاع النظافة. برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الرزاق الأشول وأمين العاصمة عبد القادر هلال، نظم المجلس المحلي بمديرية 70 بصنعاء ممثلا في المنطقة التعليمية الأولى والثانية الحفل السنوي 12 لتكريم المعلم. وفي الحفل الذي حضره قيادات تربوية ومحلية، أشار المشاركون إلى الدور الكبير الذي يقدمه المعلم باعتباره مربي الأجيال وصانع المستقبل. تظاهر موظفو التعليم الفني اليوم أمام وزارة التعليم الفني مطالبين بتطهير الوزارة من الفاسدين الذين أصبحوا عائقا أمام الإصلاحات، كما طالبوا بصرف جميع مستحقاتهم المالية وتثبيت المتعاقدين، مهددين بالتصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم القانونية. وناشد موظفو التعليم العلي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بسرعة إنقاذ وزارة التعليم العالي من الفساد الحاصل فيها. نفذ اليوم عدد من الناشطين الحقوقيين من شباب الثورة وقفة احتجاج أمام بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء تنديدا بعملية الاختطاف التي يتعرض لها الأجانب والتي تسيء لليمن. وأكد المحتجون على قيام الدولة بمسؤوليتها أمام حماية الأجانب، كما طالبوا وزير الداخلية وحكومة الوفاق الوطني بالتدخل وإيقاف مثل هذه الأعمال المخلة بالأمن والنظام والقانون. نفذ اليوم عدد من أبناء العدين وقفة احتجاج أمام المحكمة العليا، منددين بالظلم الذي وقع على بعض من أبناء العدين الذين ما زالوا يقبعون في السجون لمدة 10 أعوام في السجن المركزي في قضية لا ناقة لهم فيها ولا جمل حد قولهم، وأدى سجنهم إلى تشرد أسرهم ومعاناتهم للحرمان والضياع الأسري، كما أنهم حرموا من والدهم مما دفعهم للمكابدة وتذوق مرارة الحياة في سبيل الحصول على لقمة العيش، كما طالبوا بإطلاق سراحهم وإحلال العدل والمساواة. يواصل المعتصمون أمام مكتب التربية بتعزيز اعتصامهم للأسبوع الثالث على التوالي، مطالبين محافظ المحافظة بتطبيق وتنفيذ قرارات رئيس الوزراء وتسليم مكتب التربية للمدير المعين حديثا. نظمت جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية اليوم بصنعاء حفلا لتدشين فعاليات أسبوع اليتيم العربي السابع. حفل التدشين تخلله عدد من الفقرات أكدت جميعها على ضرورة الاهتمام بشريحة الأيتام وقيام المؤسسات المعنية بالعمل على تأهيل الأيتام ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع وتمكينهم من مواجهة تحديات العصر. ويتضمن أسبوع اليتيم عددا من الرحلات الترفيهية للأيتام والزيارات الميدانية لعدد من المؤسسات والمرافق الاقتصادية والأماكن الأثرية والسياحية. توقع المركز الوطني للأرصاد تراجعا تدريجيا في موجة الغبار التي تأثرت بها اليمن خلال 48 ساعة الماضية. وأوضح المركز أن موجة الغبار سينحصر تأثيرها خلال 24 ساعة القادمة على أجزاء من المناطق الصحراوية في مأرب والشبوة والمناطق الداخلية لمحافظتي حضرموت والمهرة. في نهاية النشرة مشاهدينا أعود وأذكر بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يعود إلى صنعاء وأمين عام الحوار يؤكد استمرار المشاورات لحل مشكلة رئاسة فريق صعدة. مسيرة حاشدة لثوار العاصمة صنعاء واستمرار الاحتجاجات المطالبة بإقالة الفاسدين. وخمسة قتلى في اشتباكات عنيفة بين مواطنين برداء وجنود من اللواء الأول مشاه جبلي.
مشاهدينا للمزيد زوروا موقع القناة سهيل دوت نت وكذلك صفحات القناة على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. في الختام أتقبل تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله. الآن أترككم مع النشرة الجوية.